أما بالنسبة لسياسة الهيرد اميونيتي أو بالعربي مناعة القطيع، أتوقع تجارب دول أخرى، يعني دائما نقول نستفيد من تجارب دول أخرى. يعني يوم تم عرض الأشخاص لهذا الفيروس بدون أخذ الاحترازات وفحصهم وعزلهم، رأينا كمية الأعداد المتوافدة إلى مستشفياتهم بحالات حرجة، جميع مستشفياتهم امتلأت بهذه الحالات. المشكلة الله يسلمك إن إحنا من الصعب إن أنا أقدر أقرر إن الشخص هذا شو بتكون مناعته لو سمحت له يتعرض للفيروس. أنا كيف أعرف إن هذا الإنسان طبيعة جسمه بيتقبل الفيروس وممكن يكون مضادات؟ لكل إنسان الله هبان لكل إنسان نوعية خاصة لكيفية يعني تكوين هذه المضادات. هذه يطبق النظام في حال وجود يعني فيروس معروف نفس مثل الإنفلونزا أو أشياء أخرى اللي ممكن إنك تحصرها في وجود لقاح، لكن إني أعرض الناس لي فيروس وأنا ما أعرف النتائج اللي بتكون لها من 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 تعريضه ولا وجود لقاح، أتوقع شوية يعني أخلاقيا بيكون فيها، طبيا بيكون فيها يعني صعوبة، وفيها اختلاف طبعا ما بين العلماء. فاللقاح نعم هناك عدة دول، الصين أعلنت، أستراليا أعلنت، جامعة أكسفورد أعلنت، جميعها تحت التجربة السريرية، بعضها تم تجريبها على البشر. إحنا لازم نعرف أن اللقاح لا يصدر مباشرة على الإنسان، يجب يتم فحص على أعزكم الله على الحيوانات ومن ثم يتم تطبيقها. هناك فعلا في أستراليا في أمريكا، يعني لم يخطر في بالي اسم الجامعة، جربتها على نسبة من البشر ولكن لم يتم تأكيد مدى فعاليتها. فالموضوع بيكون طويل بموضوع اللقاح. أنا أتفق مع ما يقول بعض الخبراء بأنه بيأخذ لنا تقريباً 18 شهر، يعني منتصف 2021 لوجود لقاح، مدى فعاليته العلم عند الله.